مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. وبالضبط يحضر معنا أحد الكشافة أو أحد الرحالة يعني على الصعيد الوطني اللي قاعد يحاول يحكي لكم التجربة ديالو القيمة في اكتشاف جل المدن المغربية. السلام عليكم ورحمة الله. قربنا منك وبغينا نعرفوا المغاربة شكون هو الرحالة محسن. الرحالة محسن. المهم محسن حامدي 28 سنة. اليوم جيت نشارك معكم التجارب ديالي في هذا الميدان ديال الترحال ومغامرات واكتشاف المناطق النائية اللي صعيب يوصل لهم أي واحد، ماشي أي واحد ولكن يوصل لهم الرحالة بحالي اللي عندهم الروح للاكتشاف. الناس اللي ما كنقدروش نشوفوهم كيفاش كيعيشوا كيفاش كيدوزوا في النهار ديالهم في ظروف صعبه، سواء فوقت الشتاء ولا فوقت الثلج اللي كتكون ظروف استثنائيه كيعيشوها وهما صعيبه وحنا كنكونوا زعما تنحسوا بداك الشيء. كنحاولوا نقربوا منهم باش نتقاسموا معاهم واخا غير شويه هذيك المعاناه اللي كيعيشوها، ما يحسوش باللي راهما بوحدهم، يحسوا باللي راه كاينين ناس يفكروا ليهم تيبغيو يشوفوا الظروف اللي كيدوزوا منها، وأموان بعدا كنقدموا لهم شويه ديال المساعده في داك المواد الاساسيه وكتكون الامور ميسره الحمد لله. واخا تيكون بعض العياء ولا صعوبات بالولوج لديك المناطق، ولكن بالمساعده ديال الناس المناطق المجاوره لهم تيقدروا ينعتوا لك الناس اللي محتاجين ولا الناس اللي ما عندهمش واحد المدخول شهري ولا الاولاد ديالهم خدامين ولا ما كيكونوش عندهم اصلا الاولاد اللي يقدروا يخدموا في المدن الاقتصاديه باش يوفروا لهم الحاجيات ديالهم في ديك الدفيه. واخا محسن انت يعني زرتي معظم المدن المغربيه، الجميل في الزيارات ديالك يعني ما كانش عندها واحد الطابع مثلا تنقولوا انك اقتصرت على المراكز المدن، فانت طلعتي الجبال مشيتي المناطق النائيه الواحات الصحاري، قربنا من اصعب المحطات اللي دوزتي انت. المهم كانت اول محطه ليا هي اللي بديت كنت موتيفا بشويه بشويه باش ندخل ونعمق مزيان في هذا المجال ديال الترحال. كانت اول تريب ليا هو من كازا لمدينه الداخله اللي كانت رحله تقريبا نصف ولا اكثر من النص ديالها تقريبا على الارجل، وكان تقريبا شويه كندير اوتوستوب تندير يعني تطلب اوتوستوب ولا كيكون ترونسبور في البلايص اللي كيكون صعيب تلقى فيها المركوب. والحمد لله كنت واخد واحد الفكره شويه ماشي خايبه وماشي زوينه وميم طون كتكون ما بين وبين على الناس ديال الجنوب، ولكن ملي تقربت منهم وشفت الناس كيفاش يعيشوا تما ودوك الطيبوبه اللي عندهم الصراحة تصدمت. هي كانت أول مرة وتقريبا دابا دازت على 6 سنين هادي، ومن هنا تنوجد عليهم تحية الناس الجنوب كاملين، الصحراوة كاملين ديال الجنوب ديال الداخلة ديال العيون طرفايا. تقريبا أصعب محطة وأصعب مدينة زرتيها، ما وقعوش لك شي حوادث؟ ما كنعرفو أن الرحالة أو الكشافة يعني أنت هو بحالو بحال سائر الناس يعني عرضة مثلا السرقة، عرضة بزاف ديال الحوايج. هذه ماشي صراحة تيكونوا بعض المرات كطيح في شي ظروف اللي صعيبة ما كتبغيش تطيح فيهم، ما كتكونش ديرهم في الحسبان ديالك ملي كتكون خارج من الدار، ولا كتكون خارج دير واحد البروغرام اللي غدوزو وغترجع بخير وعلى خير. وبعض المرات طحنا في شي ظروف اللي صعيبه اللي كيخليوك تعاود تراجع الافكار ديالك من الاول. اللي المهم كاينين بعض الظروف اللي طحت فيهم داكشي كنساه لا بحالاش زعما باش يعرفوا الصعوبه ديال الصعوبات هو انك تكون قبل ما تخرج من الدار تكون دير جميع الاحتياطات ديالك قبل ما توصل لديك المنطقه وتكون مسول عليها مزيان، حيت طحت في بعض المشاكل وما كنتش كنسول على المنطقه قبل ما نمشي ليها، حيت بعض المرات ما كتكون غادي لواحد الهدف كتغير لك البروغرام ديالك كتولي دير بلاصه اخرى كتولي معجب بلاصه اخرى خاصك تمشي ليها. وداكشي ديما كنصح الرحاله كاملين قبل ما يدير اي خطوه يسول على البلاصه قبل ما يوصل ليها،
وسول على الناس ديال المنطقه ما فيها والو، يدخل للجروبات كاين الناس داروا التراجيات وكتلقى يقدروا ينفعوك باي حاجه، حاجه بسيطه تقدر تفيدك في هذاك التراجي ديالك اللي تقدر تبعد عليك بزاف د الحوايج. ومن بعد الا كانوا الناس ديال المنطقه اللي ما كيبغيوش، كاين الناس المناطق اللي ما كيبغيوش هاد الرحاله هادو، حيت كما تيقولوا تيقول لك حوايج كتخلي الشوارع. يعني الا كان رحاله واحد كيمشي لديك المنطقه وكيخلي واحد في واحد الفكره زوينه واحد الفكره خايبه علينا حنا، يعني هذيك الفكره كتبقى مسلوبه على الناس ديال المنطقه علينا حنا كاملين. يعني واخا تمشي نتايا بنيه صافيه يبقاو يشوفوا فيك نفس هذيك الشوفه اللي جاوا في داك هذاك السيد اللي جا قبل منك ودار شي مشكل ولا تبس على شي وحده في المنطقه ولا. يعني الهدف ديالك من هاد الرحلات؟ الهدف ديالي هو انا كنرتاح في الرحلات، ما نقدر يجيني فواياج اورغانيزي مخلص كل شيء ولكن ما نقدرش نمشي. يعني مثلا فواياج اورغانيزي كتحس براسك بحال مقيد، فهمتيني؟ عندك بروغرام تيكون مكتوب وداك الشيء خاصك تبقى مطبقوه بحال كيكون محكمين فيك، فهمتيني؟ خاصك دير هادي تفيق مع الوقت الفلاني، دير هادي غنوكلوك هادي، فهمتيني؟ يعني ملي كتكون تريبي تتكون عندك كامل الحريه ديالك باش تتصرف كما بغيتي وتوصل للمناطق اللي اصلا ما غيوصلوش لهم في دوك لي فواياج اورغانيزي ولا شي حاجه. يعني كاين شي مناطق اللي كتستغل لك تقريبا 7 سوايع ديال الطريق على الارجل في مسالك واعره في الجبال، وتقدر تدوز ويديان، تقدر تدوز بزاف د الحوايج باش توصل ليهم. يعني كاينين صعوبات بزاف ولكن حنا تنتحداو اي حاجه اللي كتجي في الطريق ديالنا، سواء في الجبال سواء في هادي. ولكن الواحد من الاحسن يكون كيرد البال ديالو. حنا كما كنعرفو ملي كتخرج للجبال ولا شي بلاصه كتكون في حل المحميه ولا هادي، كيكونوا ذئاب بعض الحيوانات ثعالب. يعني طحت في هاد اللوكا ديال انك تلاقى ثعلب، انه يخرج لك ديب بالليل، امنا يخرج لك يعني افاعي عقارب، بزاف الحوايج، يعني بزاف الحيوانات اللي هذه. ولكن كتكون واخد واحد الفكره عليها، واش كتكون سامل واحد الدرجه كبيره، واش شنو الطريقه باش غادي تتفاداها باش ما تقربش منك. ولا كاينين بزاف الحوايج اللي خاصهم يكونوا عارفين من الرحله. وهذيك الساعه غادي نذكروا ان شاء الله، سواء كنشارك المعلومات ديالي في اي تراجي كندير كنطرح الافكار. هو من غير التضاريس، يعني كاين كذلك المناخ، يعني كي كدير في الشتاء كدير في البرد كدير في الشتاء ضروري شي ننصح اي رحاله باللي الا ما كانش عنده ماتريال ديال الشتاء ولا ديال الثلج بلا ما يخرج، حيت صعيبه بزاف. حيت جربتها كتلقى بعض المرات كتكون عندك، حيت الماتريال ديال الشتاء والثلج كيكون غالي على الماتريال ديال الصيف. الماتريال ديال الصيف تقدر تخرج بخفيف وهادي، دوز السيمانه ديالك ولا يومين 3 ايام ويكاند ديالك زوين. ولكن في الشتا والثلج كيكون الماتريال واخا غالي، ولكن كاينين جروبات اللي كاين الناس كيتعاونوا بعضياتهم كيديروا لوشونجابل ديال الماتريال ولا يبيع ليك بثمن زوين ولا هادي. وفي الثلج كنصح الناس انهم ياخذوا بزاف الاحتياطات ديالهم، حيت كما شفنا السنه اللي فاتت بلي واحد جري الحاله في جبل تيرغين وكان عمل طارب فيه بحال واحد الخيمه تريونغولير و ديال المدن الجبال ديالهم الدواوير ديالهم تقريبا كاع الجبل الصور ديالهم. ولكن ان شاء الله غتكون فرصه ان شاء الله باش تكون عندي زياره لواحد المدينه تازه، لان حيت فامي تشاف وكنوصي وكنصح جميع الرحاله انهم يعطيو وقت لهذيك المنطقه، ما نبقاوش محتكرين واحد البلاصه وحده، نعطيو الفرصه لكاع المناطق اللي ما مكتشفينش انهم نقربوا من الناس لذوك المناطق ونحسوا بهم كيفاش عايشين وعلاش اللي نقدموا لهم يد المساعده في اي حاجه اللي هي محتاجينها، حيت هما تيستاهلوا بزاف هادشي. واكثر الناس اللي في الظرفيه اللي يقدروا يكونوا محتاجين للمساعدات ديالنا. تبارك الله، قربنا اكثر من اجمل مدينه والمنطقه اللي عمرك ما تنسى. اجمل مدينه اللي كنكون اللي تقريبا كنت زرتها المره الثانيه مؤخرا في هاد لابيريود ديال الكورونا، هي النواحي ديال بني ملال، ما بين بني ملال وازيلال. ما بين بنو ملال وازيلال كانت زياره لقمه انسفران، للصومي انسفران، ومن بعد كانت عندي زياره لباساج
الممر الأمازيغي، كيقول لي الممر الأمازيغي اللي هو كان صايب منذ سنوات بعيدة اللي كنقولوا، اللي التراجي ديالو صعيب وتما كاين متشاف بزاف، كنصح بزاف الناس حيت كيمشيو تما عائلات، كاينين دي زوبيرج، كاين تما فين تانستالاو العائلات بالولاد ديالهم، تما كالم وما كاينش مشاكل. يعني هذيك البلاصه اللي كنصح الناس بزاف يمشيو ليها، وانا متاكد باللي غتشوفوا شي حاجه ديال المغرب العميق، ديك المغرب العميق بمعنى الكلمه. شنو المنطقه اللي قلتي لينا بالضبط؟ لا، ما بين بني ملال وازيلات، يعني زرتيها كامله. اه، يعني كيفاش الباركور ديالها تما؟ هي دابا في اطار الاصلاحات ديالها، الناس خدامين تبارك الله عليهم مؤخرا من تما، لقيت خدامين في الاصلاحات ديال الطريق الرئيسيه اللي كتربط ما بين بني ملال وازيلات، اللي هي تقريبا جات في طريق جبليه، واي واحد غير يتمشى سواء في الروندوني سواء بالطوموبيلتو سواء بالبيسيكليت اللي كيديروا السيكليزم ولا الموتوسيكل اللي كيمشيو بالماطرو العادي، غير يشوفوا شي حاجه زوينه، وغير يشوفوا الناس كيفاش كانوا عايشين في الكهوف. يعني كتم غادي في الطريق، الا زدتي راسك في الجبل بحال هكا غيبان لك الناس، يبان لك الكهوف اللي كانوا عايشين فيهم واللي كيتانستاليو فيهم لحد الان الرحاله المغاربه، اللي كنشوفو ديما وتنتلاقاو بهم حنا. انا كرحاله كنتلاقاو بدوك الرحاله اللي كيكونوا جايبين الماشيه ديالهم باش يسرحوهم في بعض المناطق ولا الاراضي السلاليه كما تنقولوا لهم، و تتقرب منهم تيكونوا من اطيب خلق الله سبحان الله، بحال ما عندهمش وما خاصهمش وكيتقاسموا معاك اي حاجه. ولكن انا بحد ذاتي كنحاول ما نتقلش عليهم بشي حاجه، يعني صافي كتجلس معاهم تسمع لهم الظروف اللي كيعيشوا، شنو اللي كيحتاجوا بزاف، شنو اللي ما عندهمش، شنو الحاجه اللي كيحتاجوها بزاف وما قدروش يوصلوا لها، ومو ناس كيتعاونوا معاهم. كنعرف ناس تبارك الله يعني ماشي ميسرين، ماشي عندهم، يعني ناس بساط وكيبغيو يساعدوا الناس اخرين، اللي تيقين فيا وتيقين في بعض الاعمال التطوعيه والخيريه اللي كنقوم بها، وتا هما كيساعدوني باش نوصل هذيك الامانه في صون الله تبارك الله.